ماذا تريدون من البصرة؟ أنا أشتري كل شيء، ضيعة، بيتا، قصرا. أما أم المؤمنين فلا أدري أين هي؟ في خيمتها. أذهب لأخبر أم المؤمنين بالأمر. لقد شاهدت من هذا الحيوان الأحمر عجائب ما كنت أصدقها لو لم أرها. لا يحمل على ظهره غير المسلمين، لا يصير إلى حرب إلا بنية الجهاد، لا يصيح إلا رضا لله تعالى. وبر عسكر مبارك، أنفاسه شفاء، اعرفوا قدره وحاذروا أن تغضبوه. إياكم ونكث البيعة معه، وإلا حل بكم عذاب أليم. من حمل معه شعرة من وبره في أثيابه أو في كمه. أنت ما تفعل بأباعر الجمل؟ أحرقها بدل العيدان. شم معطرة الحق. أطيب من المسك. سيوف هؤلاء الحمقى ستنقذنا من علي.